رفض عراقي قاطع للوجود الإيراني في العراق من قبل المتظاهرين، حيث لا تخلو أي ساحة من ساحات التظاهر في بغداد والمحافظات من الهتافات المطالبة بخروج الأحزاب الموالية لطهران. متظاهرو ساحة التحرير في بغداد أكدوا رفضهم التدخل الإيراني وأي تدخل خارجي في شؤون البلاد. إحنا جملة وتفصيلة كمتظاهرين نرفض أي تدخل أجنبي سواء من قريب أو من بعيد، والشأن شأن العراق حاليا هو شأن داخلي لا نسمح بتدخل أي جهات خارجية فيه سواء كانت إيران أو غيرها. قد يروج البعض بأن المتظاهرين هم على يحملون النفس الأمريكي أو يحاولون تدخل أمريكا، نحن نرى أن إيران وأمريكا سواسية هم سبب دمار العراق. زيارة قاسم سليماني إلى العراق بهدف اختيار رئيس وزراء جديد جوبهت برفض شديد من المتظاهرين الذين طالبوا بتشكيل حكومة تخدم الشعب. جاء حتى يشكل حكومة ويتباحث بالحكومة، لأن الحكومات دائما الحكومات اللي فاتت كلها دا تتشكل بتأثير خارجي من دول خارجية، وسليماني أكيد أحد المؤثرين بهاي، بس إحنا أكيد ما راح نقبل بهاي الحكومة الجديدة أو أي حكومة تشكل إذا مو من الشعب، حكومة تكنوقراط خالية من أي أحزاب. ما نقبل بأي حزب بعد من الموجودين من 2003 لحد الآن، ما نريدهم ولا نحتاجهم ولا نعترف بشرعيتهم. فإحنا أي حكومات بهيك سياقات ما نقبل بها، حكومة عراقية خالية من أي تدخل خارجي، حكومة تكنوقراط فقط لا غير، نقبل بها المتظاهرين واحنا باقين هنا لحد ان شاء الله هذا يتحقق، هذا المطلب يتحقق، مطالبنا. المتظاهرون جددوا مطالبتهم باسقاط الحكومة بالكامل وانهاء حكم الاحزاب الفاسدة التي نهبت خيرات البلد. احنا نرفض اي تدخل سياسي إن كان طائفي أو غير طائفي. إحنا شباب، إحنا كافي 16 سنة هم كانوا يحكمون بينا، 16 سنة نهبونا، أخذوا من يومنا كل شيء، نفطنا، أخذوا شبابنا، أخذوا كل ممتلكاتنا، إن شاء الله نقدر نغير. إحنا كلهم شلع قلع، يعني أول شيء نحل البرلمان، نريد نغير العملية السياسية كلها، نغير الدستور، كلهم نريد يعني الأحزاب كلها تتفكك، نريدها ما نريد. وبحسب صحيفة واشنطن بوست، فإن المتظاهرين في العراق قد يحققون ما فشلت في تحقيقه ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران بهدف الحد من دعم طهران للميليشيات الوكيلة لها في المنطقة، وذلك من خلال العقوبات المفروضة عليها والتي لم تنجح في إجبار الحرس الإيراني وقائده سليماني في تقليص أنشطته المزعزعة لاستقرار المنطقة.